ولمناقشة ذلك انضم في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. مرحبا بك دكتور. مرحبا. أيضا مشاهدينا ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية الأستاذ طارق جاسم. أهلا بك أستاذ طارق أيضا إلى استوديو رافدين. نبدأ معك دكتور فالح. عبد المهدي يبلغ طهران صراحة بأن بغداد لن تكون جزءا من الحظر الأمريكي، كيف قرأتم هذا التصريح وخطورته على العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عادل عبد المهدي لا يتصرف من فراغ، بالتأكيد هو عنده تنسيق ما مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. هو يعلم جيدا أنه أي قرار بتطبيق حظر شامل على إيران إذا نجح، إذا طبق هذا القرار يعني جدليا، إذا طبقت أمريكا، هناك شكوك في هذه المسألة، لكن إذا طبق فهو يستثني نفسه بحكم الأمر الواقع. إيران والعراق الآن متداخلتان بشكل كبير جدا من ناحية اقتصادية، هناك اعتماد شبه كامل أعمى على إيران من قبل الوضع العراقي الآن، وبالتالي عادل عبد المهدي يتصرف من هذا المنطلق ويعتقد أن وعنده قناعة بأن الوضع في العراق من الهشاشة الاقتصادية والأمنية، بحيث لا يمكن ولا يتيح للعراق أن يقف بالضد لمواجهة إيران في خطوة مثل هذه الخطوة. نعم. يعني دكتور، أمام هذه التصريحات التي قربها بها عادل عبد المهدي، العرجي يقول بأنه فرض العقوبات الأمريكية على العراق هو ضد إيران، هو انتهاك للسيادة العراقية، كيف تعلق على هذه التصريحات؟ يعني يتحدث عن عقوبات أمريكية على العراق؟ على إيران، التزام العراق بالعقوبات الأمريكية. نعم. على إيران هو انتهاك للسيادة العراقية. يعني طبعا احنا يعني هذه من الفكاهة أصبحت الحديث عن سيادة عراقية، سيادة عراقية لا توجد في الحقيقة، والسيادة العراقية منتهكة ويعلم الجميع أنها منتهكة، وبالتالي هذا حديث هو مجرد الاستهلاك المحلي ومجرد للتنصل من أي مسؤولية اتجاه الالتزام بالعقوبات الأمريكية إن وجدت طبعا، نؤكد على هذه القضية، وبالتالي ليست هناك جدية في مثل هذه التصريحات. ربما التصريحات الأخرى التي تحذر من إمكانية دخول العراق تحت طائلة عقوبات أمريكية ولو جزئية ربما يكون أكثر جدية. نعم. طيب هل موجود معنا الأستاذ طارق جاسم؟ نعم. طارق جاسم مرحبا بكم. يعني بالأمس واشنطن أعلنت عدم تجديد إعفاءات تصدير النفط الإيراني للدول المستثنى، وهي بطبيعة الحال تضم العراق. ما تأثير هذا القرار على إيران سياسيا واقتصاديا؟ نعم، على المستوى الداخلي الناحية الاقتصادية من إيران الآن تواجه مشكلة كبيرة، وحتى العملة الإيرانية وصلت إلى انهيار شبه كامل، لذلك النظام الإيراني سوف يواجه مشكلة كبيرة في عدم تصدير للنفط الذي يعتبر هو المورد الأساسي للاقتصاد الإيراني، والتي بدأتها الإدارة الأمريكية بتغليص هذا الناتج وبتغليص هذا الكم من التصدير من 100% إلى 40% في العام الماضي، واثنين آيار سيكون نهاية الإعفاء لبعض الدول من هذا المنتوج. لذلك النظام الإيراني داخليا وخارجيا سوف يواجه مشكلة اقتصادية قوية ستكون ضربة غاصمة لهذا النظام على أقل تقدير. نعم دكتور فالح، الآن بالأمس الخارجية الأمريكية قالت بأن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى جهات وصفتها بالخبيثة في العراق، ما تبعت هذا التصريح برأيك؟ يعني هذا كلام يعني يأتي في سياق مسلسل من التصريحات التي نشهدها بين فترة وأخرى. الولايات المتحدة الآن تريد أن تقدم حجج ومبررات لفرض عقوبات إضافية على إيران، ويا ليتها تفعل، ولكنها في الحقيقة لا تفعل، إنما نشاهد أن كل ما ينقل من السلاح الإيراني سواء إلى العراق أو إلى سوريا أو إلى جبهات أخرى يتم بمراقبة أمريكية، ورأينا تجربة حزب الله في لبنان أنها تمت على عين وسمع إسرائيل والولايات المتحدة طيلة سنوات طويلة، يعني طويلة ليست اليوم أو الأمس، وبالتالي هذه التصريحات هي تصريحات تقدم لكي توفر غطاء إضافي
للولايات الإدارة الأمريكية من أجل أن تفرض المزيد من العقوبات وتبررها أمام شركائها الأوروبيين وغيرهم. طيب سيد طارق، المبعوث الأمريكي الخاص لشأن الإيراني برايان هوك يقول أن إدارة ترامب بدأت عملية ردع إيران. إذا كنا نتحدث عن تضييق الخناق اقتصاديا، هل نتوقع ما هو أبعد من ذلك، مثلا تدخل عسكري في إيران؟ نعم، بعد أن صنفت منظمة الحركة الثورية الإرهابية على غائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية، كل السيناريوهات الآن مفتوحة أمام الغائب وأمام الإدارة الأمريكية، لأن دائما النظام الإيراني وتحديدا قيادات الحركة الثورية يهددون بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الأول بالنسبة للدول المصدرة للنفط، والتي تعد 40% من منتجات أو من منتجين هذا الممر. لذلك العالم الآن لديه كثير من السيناريوهات بالتعامل مع الملف الإيراني، والذي يعتبر أحد أركان وأحد الداعمين الحقيقيين للإرهاب في المنطقة وفي العالم. أنا أرى بالتالي النظام الإيراني مرشح ليكون مرشح للحصول على ضربة أمريكية بأقل تقدير ضربات وقائية، مثل الذي كانت تحصل في العراق بالتسعينيات أيام الرئيس بيل كلينتون. بأقل تقدير هذا تكون إرضاء للريبابليكان أو الجمهوريين في أمريكا، وإرضاء لإرادات الرئيس ترامب. نعم دكتور فرح، لو انتقلنا إليك، التعاون الوثيق بين إيران وشركاء العملية السياسية في العراق مع مقبل الأيام، هل من الممكن إذا فرضت العقوبات الأمريكية على إيران، هل من الممكن أن يطال العراق مثلا شيء من هذه العقوبات الأمريكية؟ يعني هذا سؤال جيد. دعنا نرجع قليلا إلى 15 نيسان الماضي، يعني هذا في هذا الشهر الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. وطبعا هذا تصنيف خطير، لأنه أنت تتحدث عن منظمة إرهابية. يعني الآن الولايات المتحدة عندما تتعامل مع إيران تتكلم عن أنها دولة تدعم نشاطات إرهابية، أو أن لها تدخلات في المنطقة، أو ولكن أن تصنف منظمة معينة كأنها منظمة إرهابية فهذا أمر خطير. مع ذلك واشنطن على لسان وزير الخارجية الأمريكية استثنت كيانات معينة، دول معينة، شركات معينة من التعامل، يعني أباح لهم إمكانية التعامل مع الحرس الثوري الإيراني. لكن لو قاطعتك عذرا، صنف حزب الله من قبل على أنه منظمة إرهابية أيضا، ولم نجد هذا التضييق على لبنان نتيجة تصنيف حزب الله. يعني هذا اللي أقوله، يعني هناك استثناءات، هناك غموض، حتى هناك في الكونغرس من يقول أن كل ما يجري الآن من الإدارة الأمريكية ينتابه الغموض، وبالتالي نحن لا نعرف هل هناك تغيير حقيقي في السياسة الأمريكية أم مجرد زوبعة من قبل إدارة ترامب لإثارة الخوف عند الناس. كل ما هنالك الاستثناءات هذه التي ظهرت تتيح لمسؤولين كثيرين في العراق التفلت من أي عقوبة أمريكية. جيدا نعلم أن الشركات غير الحكومية بإمكانها التعامل مع إيران. مسؤول غربي في العراق قال أن الشركات كثيرة جدا في العراق بإمكانها استمرار التعامل مع إيران، لأنها لا تتعامل بالدولار، كما أنه الحدود الطويلة بين العراق وإيران وإمكانية التهريب، هذه كلها تساعد على أن يكون هناك منفذ كبير للعراقيين. طيب دكتور، تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، هذا بطبيعة الحال ربما ينفي الأقاويل التي تحدثت عن وجود اتفاق بين طهران وواشنطن. يعني قد لا يكون هناك اتفاق يعني مباشر، ولكن هناك اتفاق واقع على الأرض. هناك تكامل مصالح تام بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام 2003 وربما قبل ذلك. طيب. نشاهد هذا حتى في سوريا، حتى في اليمن، هناك تكامل المصالح، لكن السياسة طبعا لا تعرف السياسة تسليم كامل لهذه الدولة أو تلك، إنما هناك مصالح، لكن التكامل قائم بين الطرفين. وبإمكاننا أن نقول باطمئنان أنه الولايات المتحدة غضت النظر كثيرا. يعني الحالة في العراق الآن لو لم تكن أمريكا راضية عنها منذ العام 2003 لما وصلت إلى هذا المستوى الذي نشاهده، واللي أحيانا يقولون أنه أمريكا عاجزة عن تغييرها الآن بالشكل اللي تريده. نعم أستاذ طارق جاسم عبر سكايب، يعني صحيفة نشر الانترس الأمريكية تقول في تقرير لها بأن قرار وقف، أو عبر الهاتف تقول بأن قرار وقف برنامج عفاءات شراء نفط إيران
سيقود إلى حرب. أين تتوقع أن تكون ساحة الحرب في حال حدثت؟ بناء على التصريحات الإيرانية وتحديدا على لسان قيادات الحرس الثوري عندما كانوا يهددون بإغلاق المضيق المائي يسمى باب السلام أو مضيق هرمز، فنتوقع أن تكون هناك على أقل تقدير مشاحنات وتجاوزات من الجانب الإيراني على الدول الخليجية كالإمارات والسعودية، لأنهم لا يريدون أن بناء على كلامهم لا يسمحوا لأي أحد يستخدم هذه الممال لبيع منتجاتها النفطية، لطالما منتجات إيران النفطية لن تصل إلى الأسواق العالمية. ونحن كما شاهدنا دخول الميليشيات الإرهابية من سوريا وإيران مؤخرا إلى مناطق من جنوب وجنوب غرب إيران في مناطق الأحواز تحديدا، نستطيع أن نقول أن هنالك مشاحنات وتصاعد سوف يحصل في المستقبل القريب، والنظام الإيراني يريد أن يخلق نوع من البلبلة ويريد أن يخلق نوع من الاصطدام في المنطقة حتى يتهرب من المسؤولية الداخلية من الضغط الداخلي ويتهرب من حتى من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، وبالتالي هنالك كل السيناريوهات موجودة. هذه الأيام النظام الإيراني يعني يعول على الأوروبيين، وجواد ظريف والوزير الخارجية كانت له زيارات في سوريا وتركيا، وسيكون في جدول أعمال الزيارات لدول أخرى من ضمنها الدول الأوروبية حتى يخفف من هذا الضغط الموجه إلى النظام الإيراني، بغية أن تحصل متنفس وتحصل نوع من الانفراج في هذه الازمه على الامريكيين. نعم الاستاذ طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهه الاحواز الديمقراطيه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. دكتور فالح، اخيرا اذا سلمنا بان العراق سينفذ العقوبات الامريكيه على طهران، كيف تنظر الى مستقبل الحشد؟ يعني هذا سؤال افتراضي إلى حد كبير. طيب. لأنه الواقع يقول أن العراق لا يستطيع، العراق بوضع الحالي طبعا لا يستطيع أن يقوم بتنفيذ أي عقوبات جدية أو فعلية، لأن الأمور متداخلة إلى حد كبير ومتشابكة، وأخشى أن أقول أن الحشد هو من يسيطر على الوضع الأمني في العراق، وحكومة عادل عبد المهدي ليست إلا ديكور خارجي، والقوة الفعلية الحقيقية هي بيد الميليشيات المسلحة التي تستطيع إيران أن تحركها متى ما شاءت إذا الأمور ساءت إلى هذا الحد. الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.